انطلاقاً من سعي الوزارة لتطوير السياحة الريفية وتشجيع الجمعيات القائمة بمهام في هذا المجال، اختار الوزير ميشيل فرعون أن يطلق بنفسه مسيرة درب الجبل التي تنظمها سنوياً جمعية درب الجبل اللبناني على مدى شهر من الشمال إلى الجنوب أو بالعكس. سار فرعون مع أعضاء الجمعية والمشاركين عبر الطرق الجبلية من عندقت في اتجاه القبيات، وكانت محطة قروية في أحد بيوت الضيافة. لفت خلالها إلى أن تطوير الحركة السياحية الريفية يفيد الاقتصاد وأبناء الأرياف. تسليط الضوء على المناطق وتطويرها وربطها طبعاً مش بس بالسياحة الداخلية، كمان السياحة الخارجية، أمر أساسي لأنه بخلي السياحة الريفية تاخذ أكثر من 20% من حجم السياحة بالبلد، واليوم هي 5 أو 6%. كذلك كانت مساهمة للوزير فرعون في حملة التشجير التي نظمتها مؤسسة أجيال للتنمية في عكار بمشاركة نائبي المحافظة هادي حبيش ونضال طعمي والمحافظ. الحملة ستسهم في غرس 3500 شجرة حرجية في محلة شويتا المطلة على الأبيات، ويقوم بها متطوعون من الكشافة وأبناء المنطقة بمؤازرة من عناصر الجيش اللبناني.